النهارده اخر يوم في البيت ده، الحمد لله اخيرا هنام شاي. انا عايزه امشي، عايزه امشي من هنا خلاص. يلا نعمل قهوه الاول وبعد كده نشوف ايه اللي هيحصل، بس عايزه اشرب كوبايه قهوه. القهوه اللي انا جبتها دي طلعت الحمد لله. اهلا بيكم في اصغر مطبخ في العالم. ما تنسوش تشربوا ميه. انا مش عارفه ليه بتكلم بصوت كرتوني متحمس كده وبغني كل حاجه بقولها، بس يمكن انا بجد متحمسه لاني اخيرا همشي من البيت ده. القهوه دي حلوه قوي، طعمها تحفه. الناس سألتني بعمل القهوه بتاعتي ازاي، بعملها في ده اسمه موكا اكسبرس او موكا بوت، وبحط القهوه هنا تحتها ميه، بحط ميه لحد الحته دي كده لحد المسمار ده عشان ده اللي بيخرج البخار، وبعدين بحط القهوه جوه، وبعد كده بلف الجزء ده فوق وبحطها على النار واسيبها مفتوحه والقهوه بتطلع من هنا. انا اشتريت العسل ده لنسيم من امتنان علشان الراجل دوقه له بالخشبه كده وقعد ياكل فيه. والكاميرا بتقع ولا ايه؟ وبعدين ما لمسوش، فانا هاخد منه معلقه النهارده الصبح. عسل نحل كريمي بالفانيليا. بسم الله الشافي المعافي. انا عارفه ان مش المفروض اكل عسل بمعلقه حديد، بس ما فيش غيرها. انا شايله نسيمه على ظهري وبحاول اطلب اوبر. بنحاول نطلب اوبر بقالنا شويه ومحدش عايز يجي لنا، مش عارفه ليه، مجبرين على مدينتي ولا ايه. هروح عند اختي النهارده، وبعدين عندي احلام كده يقظه، حاجات عايزه اعملها بس مش متاكده اعرف اعملها ولا لا. اولا هروح العباسيه اجيب الورقه اللي انا في الفلوج اللي فاتت رحت اعملها، الورقه دي دوختني. وبعدين نفسي انزل اصلح تليفوني اللي متكسر في مليون حته، وعايزه اعمل حاجه بس مش عارفه هي حاجه كده ولا لا. نفسي اجيب نظاره، شكل نظاره نظر، بس انا نظري مش ضعيف، والبسها كده كاكسسوار يعني. في ايام معينه كده ببقى نفسي استخبى من العالم او احط حاجه على عيني، وفي نفس الوقت مش عايزه البس نظاره شمس عشان مهم قوي ان انا اشوف الشمس في اليوم عشان فيتامين دي. قصه طويله قوي، بس المهم مش عارفه هيبقى عندي طاقه اعمل كده ولا لا. بس عايزه اخرج، عايزه اشوف اختي، مش عايزه افضل قاعده في البيت طول النهار، زهقت قوي من قاعده بين اربع حيطان. بس في نفس الوقت مش عارفه ممكن اخرج اعمل ايه. انتوا هتيجوا معايا في اللخبطه دي؟ انتوا معايا، يلا بينا. I will slowly start to put the things downstairs. ماشي؟ اوبا بسم الله. انا دلوقتي هبتدي الم الحاجات وانزلها واحده بواحده عشان لما السواق يجي ما يوقفش مستنينا. اختي عملت لي اكتر حاجه بحب اكلها في العالم ومش بعرف اعملها، طبق سلطه رنجه. الحمد لله عرفت بمعجزه من السماء ان انا انقل نسيم وهو نايم من الاوبر للسرير هنا عند اختي. فهقعد دلوقتي بقى ايه، اكل حاجه واشتغل. بحب اشتغل قوي، بعد ما بقيت بعمل حاجه انا بحبها بحب قوي اشتغل، بحب اقعد ادت بس لما يكون عندي وقت. رنجه بحبها قوي، بحب الرنجه قوي بجد. اختي هتنزل معايا النهارده. انت شفتي الكومنتس اللي جت على الفيديو اللي فاتت؟ اللي فات كل الناس عماله تقول لي اختك ما شاء الله قمر. قلت لهم ما انا عارفه يا حبايبي. هننزل عشان شبهك ولا ايه؟ لا محدش قال لي انت شبهي. هننزل نروح الدقي اصلح تليفوني، وهنعمل ايه تاني؟ تيجي نروح فعلا دار الاوبرا المصريه لو لقينا ايفنتس هناك. ماشي، مش شرط يعني تبقى في الصبح، بس ماشي. اول ما نروح هتبقى الساعه كام؟ انا حاسه ان احنا حتى لو رحنا قعدنا في الحته اللي بره هتكون لذيذه. هو في، انا ما عنديش فكره عن حاجه. ماشي ممكن نروح نشوف. حاسه عايزه انزل ناحيه الزمالك وسط البلد كده، اشوف مثلا جاليري في لوحات فنيه، اشوف اي حاجه بتحصل، عايزه اي ثقافه كده على الماشي. بما ان انا هروح لحد الدقي، حد الدقي، انا اسفه قوي بس انا قررت ان انا هقعد في البيت، عايزه اقضي وقت كواليتي تايم مع اختي. فاعتقد ان احنا هنقعد على السرير والكنبه ونطلب اكل ونقعد في البيت. اولا الجو بره حر، ثانيا انا مش عايزه احط ابني في عربيه 40 دقيقة أو 45 دقيقة رايح و 45 دقيقة راجع، مش عايزة يضيع يومه كله في المواصلات. وبصراحة برضه عشان أختي الجميلة قوي دي قررت إنها هتصلح لي تليفوني. شكرا يا حلولة. على قد ما أنا منهارة في القاهرة، على قد ما بمنتهى الصراحة إخواتي بيساعدوني بطريقة مش طبيعية، مش عارفة بجد من غيرهم كنت هعمل إيه. الحمد لله. شعري بجد جنان.
هتبقى منظر شعري طول الوقت هيعيش مجنون. دايما بحرك عفش الشقه كله عشان اعرف اسجل اي حاجه. انا اكتشفت حاجه في نفسي بعملها طول الوقت, وهي ان انا دايما بحاول اعمل حاجات بالعافيه علشان احقق حاجات اكتر في اليوم. دايما لما بقولها الحقيقه بصوت عالي بحتاج بعدها كده اخد نفس. بيقولوا انه العادات القديمه بتموت بصعوبه. هي فعلا بتموت بصعوبه قوي. انا كل شويه بدرك عادات قديمه اكتر واكتر اترسخت فيا, وبحاول ان انا دلوقتي اتخلص منها لاني بكتشف ان فيهم حاجات كتير مش مفيده. حاجه من الحاجات هو اني هي في صفه حلوه فيا, هو ان انا دايما بحب اخرج اخواتي وعيلتي واعمل لهم حاجات حلوه وانا موجوده هنا في البلد, بس دايما بقيت بلاحظ ان انا بفكر في الناس اكتر ما بفكر في نفسي, وبفكر في الاستمتاع او الخروج او اللذاذه او ان يبقى في اكشن اكتر ما بفكر في صحتي وفي سعتي وفي طاقتي ممكن تجيبني توديني لحد فين او اعمل بيها قد ايه. مش عايزه الوم ده على الانترنت بس حاجه من الحاجات اللي انا بشوف فيها الناس بتعمل ايه في حياتها هي على الانترنت. وانا دايما بشوف الناس على الانترنت بتخرج الصبح تعمل 500 الف حاجه وبتبقى مبسوطه قوي, بتبقى ناجحه قوي في الحاجات اللي هي بتعملها, وانا حياتي بصراحه مش شبه كده يا جماعه. وكل ما احاول ان انا اخلي حياتي كده الموضوع مش بينفع خالص. يعني انا النهارده الصبح مثلا صحينا وجهزنا حاجتنا ولمينا كل حاجه وخرجنا من البيت اللي احنا فيه ده وجيت هنا على بيت اختي, ده كافي, ده اكشن كافي ليوم واحد. انا عملت كده خلاص, بقيت اليوم بقى نشوف هناكل ايه, نقعد مع بعض شويه. دلوقتي بقيت بعمل حاجه, انا عايزه اعترف للكاميرا بحاجه دلوقتي, ده اعتراف مهم قوي انا لازم اعمله علشان اتواضع او اخلي نفسي برده احط نفسي في مكانها نوعا ما. انه انا كنت برفض تماما ان ابني يتفرج على اي شاشه واي تلفزيون واي حاجه, وكنت خايفه قوي انه هو يبقى زومبي كده, اللي هو يبقى من الاطفال اللي بتقعد على الشاشه ومش عايزه تخرج, مش عايزه تتحرك, مش عايزه تعمل اي حاجه لطيفه في حياتها. بس السفريه دي بجد مش قادره ان انا اواكبه خالص من غير تلفزيون. يعني مش قادره انه الايام كلها تعدي او السفريه كلها تعدي من غير ما التلفزيون يتفتح ولا مره عشان هو يقعد قدامه شويه يتفرج على حيوانات كده, ما اعملش اي حاجه, ما شغلش مخي, ما اقعدش افرك انا محتاجه دلوقتي اسليه ازاي, انا محتاجه اقدم له ايه عشان يتعلم حاجات كتير زي كده. وبرده ده هيوديني الى انه قبل الامومه كان عندي توقعات مش حقيقيه خالص من نفسي ومن الامومه, وده طبعا بسبب حاجات كتير انا سمعتها وشفتها في حياتي, وبسبب انه انا بحاول ان انا اربي ابني تقريبا عكس الطريقه اللي انا اتربيت بيها, لان الطريقه اللي انا اتربيت بيها كانت في مدينه وكانت محدوده دايما والدنيا كانت مقفله, وانا كنت طفله ودايما عايزه تخرج بره وتنطلق وتجري وتمرح. بس ساعات لما احنا بنكون بنحاول نبعد عن حاجه بنروح للتطرف الناحيه الثانيه. لو بحاول ابعد عن حاجات انا ما بسطتش فيها وانا بتعلمها في حياه المدينه, مش لازم اودي ابني للتطرف الثاني تماما, ده اول حاجه. تاني حاجه انه انا ابقى عاميه للظروف اللي حواليا وابقى عايزه اوصل لحاجه صعبه المنال قوي وفوق قوي واصلا عمري ما سمعت عنها قبل كده ولا شفتها تقريبا, برده حاجه غير واقعيه. وحاسه ان انا بعمل كده عشان اعجز نفسي ساعات. يعني انا بقعد احط لنفسي توقعات عاليه قوي وعايزه اوصل لحاجه اصلا مش موجوده في الوجود عشان اعجز نفسي, واجي في اخر اليوم اقول لنفسي شفتي بقى انت ما وصلتيش اللي انت عايزاه. بس ارجع للنقطه دي, بشغل لابني حيوانات بالبريه وحاجات كده يتفرج عليها دلوقتي, واحنا بنقعد برده نتكلم معاه او بخليه قاعد في حضني, مش بسيبه يعني كده اللي هو يتسحل تماما. بنقعد نساله اسئله, بقول ايه ده بص الكلب, ايه ده بص الاسد, ايه ده مش عارفه ايه. وانا في دهب ما عنديش مشكله ان انا دايما عايزه اخرج واعمل حاجات, بس وانا في القاهره عندي الموضوع ده, علشان من غير قصدي بدخل في نمط برده المكان اللي انا فيه ومش بعرف احط لنفسي حدود لمشاعري وعاطفتي, وبنجرف قوي مع الظروف. انا اسفه مش عارفه انظم كلامي قوي, ببقى انسكيور اكتر بكتير وانا في القاهره, عشان القاهره كمان بتبين لي قد ايه انا مش بعرف اتاقلم هنا. فبحس ان انا ما عنديش ثقه في نفسي خالص, علشان الناس اللي حواليا كلها عارفه تتعايش كويس قوي وانا عايزه استخبى جوه جلو, مش عايزه اخرج ايه الدوشه دي في ايه. وبحس ان انا محتواي بيبقى مختلف تماما عن المحتوى بتاع دهب, فبحس ان انا انسكيور اكتر واكتر. بحس ان انا اللي هو زي عودت الناس على انهم يشوفوا البحر ويشوفوا الطبيعه, وانا هنا في القاهره مش بقدم اي حاجه من المحتوى ده. بحس ان انا ببقى شخص مختلف تماما وانا في القاهره, مش عارفه لو ده حقيقي ولا لا, ممكن تكون دي حاجه جوه دماغي, بس بحس ان انا وانا هنا شخص مختلف تماما, حد تالت مش حد تاني حتى. فببقى برده مكسوفه قوي ان انا اوري ده قدام الكاميرا, كبريائي بصراحه بيوجعني, اللي هو ايه ده فين بنت الطبيعه اللي كل يوم بتخرج تعمل ادفنتشر وتروح عند البحر وتسوي وكده. في القاهره ببقى عايزه اقعد على الكرسي اطلب اكل واتفرج على التلفزيون. اعتقد ان انا مكسوفه من نفسي علشان انا بحكم على الاشخاص اللي طول حياتها بتعمل كده او حياتها كلها كده. بمنتهى الصراحه كتير لما الناس تشتكي ان هي عايشه حياه صعبه في المدينه بقول لهم ليه ما تمشوش, ليه ما بتسيبوش المدينه وتمشوا, ليه ما بتغيروش اسلوب حياتكم, ليه حتى وانتوا جوه المدينه مش بتحاولوا تعيشوا يومكم باسلوب بطريقه احسن, او تطلعوا وتشوفوا الشمس اكتر او. تاني نقطه عايزه اتكلم فيها انه بصراحه يا جماعه اكتشفت, انا كنت فاكره ان دهب اغلى من القاهره, بس انا اكتشفت برده ان انا غلطانه, هي القاهره اغلى بكتير. الفرق مثلا هقول لكم, الفرق ممكن يكون بالنسبه لناس ثانيه مش كبير, بس هو بالنسبه لي لما عشان انا هنا وانا في القاهره مش بطبخ كتير عشان ما عنديش بيت بتاعي انا, فبطلب من بره اكل كتير, فالمصاريف بتتكوم عندي بسهوله.
بسهوله. دي حاجه برضو بتوترني قوي ان الماديات هنا في القاهره بحس ان انا بدبح الفلوس يعني بتتسرق مني، بحس ان هو موضوع مش عادل تماما. هناك ممكن لو هطلب قهوه ومثلا كيكه ممكن ادفع 135 جنيه، 130 جنيه، 140 جنيه. هنا هدفع لنفس الجوده يعني نفس جوده القهوه والحاجه حلوه، هدفع هنا 185 جنيه، ممكن ادفع 190 جنيه. فالفرق ده حاسه اللي هو ايه ده، هو ليه؟ غير انه الاوبر والمواصلات يا نهار اسود بجد، يا نهار استغفر الله، مش هقول يا نهار اسود، يا نهار منيل. مش مصدقه قد ايه الاوبر والمواصلات هنا مولعين. يعني في دهب اطول مشوار ممكن اروحه بدفع 60 جنيه 50 جنيه وكده، انا ببقى كارما الراجل يعني 50 60 جنيه في المشوار في دهب، تمام كده تمت، ممكن اروح حته اللي انا عايزاها. غير انه بصراحه برضه انا كنت شايفه ان ال 50 60 جنيه دي كتيره، حسيت انه هيبقى حاجه اوقع لو انا جبت عربيه، بالذات عشان عندي ابني والحمد لله ربنا رحمني من فلوس المواصلات. بقيت بدفع بنزين بس برضه المدينه صغيره قوي، اروح من اولها لاخرها الموضوع مش بيكلفني بنزين قوي كده. بيبقى عندي صدمه ماديه هنا، وبحس ان كل ما اخرج من البيت لازم في مبلغ عشان بس اخرج بره بيتي، اعرف اخرج ما بين الاربع حيطان دايما في مبلغ بيدفع. لو حد عضو في نادي الموضوع بيكون اسهل، رغم ان انا مش شايفه ان اصلا حد من صحابي حتى الاعضاء في النادي مش بيروحوا النوادي بتاعتهم، بس لو كنت عضو في نادي الموضوع هيكون اسهل. انا شايفه برضو ان الناس اللي عايشه في كومباوند او الناس اللي عايشه جوه اي مجتمعات مصوره، يعني اللي هو عايشين جوه مناطق خاصه سكنيه، حاسه ان الناس دي الوحيده اللي بتتبسط في مصر، اللي هو المول قريب من بيت، يعني بيبقى عندهم زي دهب صغيره كده جوه، في نادي في مول في مش عارفه ايه، في جيراننا في اصحابنا، في مجتمع مصغر كده ممكن اقول عليه ان هو ايه، هي برضو يعني مش عارفه اجيب الكلمه بالعربي خالص، هو برضو مجتمع مش حقيقي بمنتهى الصراحه. انا عن نفسي مش قادره اتبسط بيه، يعني بروح الكومباوند وبروح المول والكلام ده وحاسه اللي هو برضو ده مش الطبيعي، انا عايزه الطبيعي. الحاجات دي بالنسبه لي برضو مش عارفه اتبسط فيها قوي، بحس انه حتى المول ابص على ايه، ابص على المحلات، انا عايزه ابص على شجر، عايزه ابص على شمس، عايزه اقعد على الارض، عايزه امشي حافيه. انا عارفه ان الطلبات اللي انا بطلبها دي تقريبا مستحيله جوه المدينه، بس انا حابه اعبر عن نفسي، مش حابه اكبت مشاعري. وفي العادي ما بتكلمش عن قد ايه تجربتي في القاهره بتكون صعبه تاني، علشان في ناس كتير عايشه هنا وانا مش عايزه احمل، مش عايزه اقلب المواجع على الناس خالص، بس هحاول اقلب الاحساس اللي عندي ده لاحساس بالامتنان الرهيب، واحمد ربنا على كل خطوه باخدها في دهب بجد. ويا رب يا رب ده يساعدني ان انا اخرج من اكتئابي لما بكون في دهب، ويا رب يساعدني ان انا اقدر النعمه اكتر. دلوقتي بقيت موقنه انه كل الصعوبات اللي ربنا بيبعتها لي علشان يفكرني بالنعم، كل شويه افتكرها اقول الحمد لله، وافتكرها اقول الحمد لله، اللي هو يا ده انا في دهب ممكن اخرج بره بيتي امشي، انا عايز امشي، انا بجد هبكي، انا بجد عايز امشي يا جماعه في الشارع، فيها عربيات، هي الناس اللي بتمشي فين، هما فين بجد. ببص في الكومباوندز ببقى اللي هو ايه الاماكن الخضراء دي كلها، ليه مش كل العيال بره بتلعب في المكان الاخضر ده، ليه مش كل الناس بتخرج تفرش وتقعد تتشمس او اي حاجه، ليه في عربيات كتير قوي كده. بجد كميه العربيات رهيبه، والتكدس السكاني ده برده رهيب، عامل مشاكل كتير قوي. يعني ممكن لو عشنا بعيد عن بعض شويه الموضوع يفرق شويه يعني، ونزرع حاجات خضراء يا ريت. مش عارفه بكلم مين اصلا، بطلب من مين، بطلب من ربنا يا رب، يا رب ساعد القاهره يا رب ارجوك. بس برده ربنا مش هيساعد ناس الا لو هم عايزين يساعدوا نفسهم. انا يا جماعه ساعات ببقى ممله قوي ومش عايزه اعمل حاجه في حياتي غير ان انا ارتاح، عايزه اقعد ارتاح، عايزه اقعد اطلب اكل دليفري وارتاح. وبرده معلش انا اسفه بجد لسه ما بتخلصش، بس هو الاكل الدليفري امتى بقى وحش قوي كده بجد؟ الاكل اللي باكله بره بقى بيكوي البطن، هو في ايه، احنا بنحط في الاكل ايه؟ هي المطاعم ليه بقت بتسترخص قوي كده؟ انتوا بتسترخصوا قوي، الاكل بتاعكم برده لسه غالي قوي، هو في ايه بجد، هو في ايه؟ الاكل الكويس الوحيد اللي باكله في القاهره هو اما اختي بتطبخه يا امي يا خالتي اي حد. ربنا مع كل الناس حقيقي اللي عارفه تتعايش في القاهره، انا عن نفسي اضعف بكتير من ان انا اتعايش هنا، ما عنديش القدره على ان انا اتاقلم مع حياه المدينه دي خالص. انا عايزه اهرب عند البحر في اقرب وقت ممكن، واعتقد امبارح وانا نايمه كنت بحلم ان انا لبست المايوهات الجديده بتاعتي وخرجت بيها، متحمسه للفكره اكتر واكتر بجد. كل الناس اللي عايشه في القاهره وعايشه في مدن عشان هي مضطره، انتوا اقوياء قوي، انتوا بجد اقوياء قوي. انا دايما ما عنديش ثقه في نفسي. في حد عايزه اقول صح، عايزه اكلم في حاجه تانية، في حد قال لي ممكن تقري عن الشخصيه الحديه، يعني الناس بتقول ان انا ممكن يكون عندي شخصيه حديه، ففتحت كده فتحت مقال كنت بقراه عن الشخصيه الحديه والشخصيه النرجسيه مش عارفه الشخصيه الانفصاميه وحاجات كده، وحسيت انه ايه ده، انا عندي واحده من هنا واحده من هنا واحده من هنا واحده من هنا واحده من هنا، حسيت ان هو من كل التراب عندي ايه حاجه، من كل مش عارفه بيقولوا من كل صنف عندي لون، حاجه جميله جدا. انا بطلت ابص على انه ممكن يكون عندي ايه او احاول اشخص نفسي بمرض، لانه مش حاسه ان دي حاجه هتفيدني، يعني كنت فاكره ان هي حاجه هتفيدني، كنت فاكره ان انا اول ما اقدر اشخص نفسي ابقى اللي هو اهو ده اهو وهعالجه كده. بس حاجتين انا شايفه، اولا الناس اللي اتشخصت مش
بتتعالج، هي بتاخد ادويه وعشان تتاقلم على اللي عندها، بس هو اللي عندها مش شايفه ان هو بيروح. انا عندي ناس كتير في العيله على فكره عندهم يعني برضو مشكل ميكس جريل من الحاجات. الحاجات دي مش شرط تكون وراثيه، بس مش عارفه هي وراثيه ولا لا برضو عشان ما افتيش، بس هي بتكون يعني لو في حد في العيله عنده بيكون في كذا حد، مش بيكون شخص واحد. انا حاسه عايزه افتح مواضيع كتير قوي اتكلم فيها، لازم اعمل بودكاست، بس مش عايزه افتحها عشان دي فلوج، مش عايزه اقعد اتكلم كتير، مش عايزه استرسل كتير في الكلام. ففي ناس كتير في العيله عندي عندهم مشاكل وبقالهم كتير واخدوا الطرق التقليديه كلها وراحوا للدكاتره النفسيين كلهم وجربوا الادويه وكل حاجه ومحدش خف. دلوقتي عندهم 50 سنه وعادي عايشين باللي عندهم وخلاص، الحاجه ما راحتش. فعشان كده انا كمان قررت اخد الطريق الغير تقليدي، يمكن الاقي هناك حل افضل. بس شفت ان 100% حاجه اللي ساعدتني على التاقلم ان انا اولا الحمد لله رب العالمين، يعني الجواز فرق معايا كتير قوي، ان انا اتجوزت وبقيت عندي بيت، بقى عندي كيان منفرد. تاني حاجه ان انا غيرت البيئه اللي مش مناسبه بالنسبه لي ورحت عايش في بيئه تانية. فكل ما باجي للبيئه اللي مش مناسبه تاني بحس ان انا هموت، بحس ان الموضوع صعب جدا. سبحان الله. بس نكتفي بهذا القدر النهارده، هسكت النهارده، وفي كلام كتير بجد عايز اقوله في البودكاست، فيا رب اعرف اسجل بودكاست قبل ما ارجع باذن الله. اتمنى المحتوى يا جماعه بتاع القاهره ما يكونش ممل قوي بالنسبه لكم. انا عارفه ان انتوا وحشكم البحر، انا كمان وحشني قوي البحر، هرجع عند البحر واصور كتير، هخرج بالنيابه عنكم كلكم اللي مش عارفين تروحوا عند البحر. دلوقتي بجد بقيت بحس بالناس اللي بتحط لي كومنتات قوي، اللي هو يا البحر وحشني، يا مش عارفه ايه، كل البنات اللي مش مسموح لها ان هي تخرج. انا اسفه قوي بجد، قلبي معاكم، نفسي اجي اكسر الباب واخدكم كلكم معايا عند البحر. ده كل اللي عندي اقوله. بس كده هاكل فراخ مقليه واتفرج على يوتيوب. ده ايه ده الساندوتش بتاعي؟ يلا سلام، هروح اكل بقى. هو في ايه الاكل اللي في القاهره بقى ماله يا جماعه؟ هو في ايه؟ هو في ايه؟ ليه الاكل بقى وحش في كل حته بجد؟ في ايه؟ مفيش ملح، الاكل مفيهوش ملح. الموتزاريلا ستيك دي، جبنه الموتزاريلا ستيك، قصدي صباع الجبنه ده مش مملح. يعني ايه جبنه مش مملحه؟ يعني ايه جبنه موتزاريلا صباع مش مملح؟ يا حطوا ملح في الحاجه يا جماعه. البطاطس المحمره مش مملحه، مفيش حاجه مملحه، في ايه؟ الاكل وحش قوي، الاكل وحش قوي. وعايز اعرف بجد هو بقيتوا تستخدموا زيت ايه عشان القليه؟ كل مره بعد ما باكل بحس فيه طعم بنزين وريحه بنزين في بقي. بقينا بنحط البترول نقلي بيه بجد، وبعدين تعب. عايزين ناكل اكل حلو بقى، بطني اتقلبت. هقرا لك انا سوي من الكتاب، ماشي؟ جاء شيخ اعرابي اسمه الحسين الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له كم تعبد يا حسين؟ فقال سبعه. حسين؟ اه بجد؟ الصبح؟ حسين. من لرهبك؟ قال الذي في السماء. قال من لرغبك؟ فقال الذي في السماء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فاترك الذين في الارض واعبد الذي في السماء. الكتاب ده اسمه لانك الله، هو وحده من يستحق ان تسجد له. ايوه السحاب. لا نبص من الشباك. يا رب. صباح الخير. الدنيا النهارده حر، بس مش حر قوي الحمد لله. انا في التمشيه الصباحيه اللي باخدها كل يوم، بنزل امشي ابني شويه علشان ينام، والحمد لله ربنا مهونها النهارده والدنيا مش حر قوي. في العادي الدنيا بتبقى حر موت. انا اكتشفت حاجه جميله في نفسي الحمد لله وحابه اشاركها، ان انا كان في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول، مش فاكراه كله، بس بيقول فخشوشين فان حاجه، مش فاكره اي حاجه فان ايه يعني، فان النوع النعمه لا تدوم تقريبا، مش متاكده. بس حاجه بحبها في نفسي ان انا لما بيكون عندي التزام زي انه امشي نسيم او اعمل حاجه ورايا، حتى لو الظروف صعبه، الشمس جامده، مش عارفه ايه، مش بقعد اقول لا انا مش هنزل، الجو حر، انا مش قادره اعرق، انا مش قادره اتعب. مش بقول كده، بالعكس انا بقول، يعني مش دايما بقول كده يعني، بس في الايام اللي زي النهارده بقول لنفسي بالعكس انا انزل، حتى لو الموضوع هيبقى تحدي مع نفسي، بس انزل واعمل اللي ورايا، حتى لو الظروف او الجو مش احسن حاجه، وده هيخليني اقوى قدام. بعمل كده كتير في حياتي وحسن الحمد لله، الموضوع فادني قوي فحبيت اشارككم. حياة في القاهره كده كده صعبه، وفي ناس هيكون عندها ظروف صعبه قوي، مش هينفع اللي هو تصعب الدنيا اكتر على نفسها، بس انا بتكلم على ظروفي انا.
ودايما بنزل الشارع واشوف رجلي هتاخدني فين او اشوف احساسي هياخدني فين بمعنى اصح، عشان انا قريت او سمعت فيديو بيقول ان احنا محتاجين نبطل نبقى جوه دماغنا قوي ونشتغل باحساسنا او بحدسنا او بفطرتنا اكتر. وقعدت كده اتمشى من غير خطه وبص رجليا جابتني فين، ورايا جنينه حلوه قوي، مش عارفه لو هي باينه في الكاميرا ولا لا، بس هي جنينه جميله. ولقيت شارع هادي وفي هوا وفي شجر الحمد لله. فانا مبسوطه قوي ان انا نزلت من البيت النهارده حتى وانا كنت مش قادره. لقيت شجره كافور. شجره الكافور دي من اكتر الشجر اللي انا بحبه في الحياه، بحبها قوي. بصوا جذعها شكله فظيع ازاي، حلو قوي، بحبها جدا. اول مره في حياتي اشوف الشجره دي، شكلها حلو قوي، مش عارفه ازاي الورق مدلدل كده من فوق الشجره، شكلها خطير. اللي زرع الشجره دي شكرا. عايزه اخاطب حاجه كمان، الناس اللي بتقول المفروض احط واقي للشمس، الواقي للشمس ده بيخلي البشره بتاعتنا اضعف بكتير ومش بتتحمل الشمس، احنا مش بنحل المشكله. انا مش شايفه انه الواقي بتاع الشمس ده بيحل اي مشكله، انا شايفه انه العكس، المفروض اتعرض للشمس واسمر عشان السمار ده بيخلي الجلد اقوى. يعني كل ما امتص فيتامين دي اكتر من الشمس واقعد في الشمس اكتر واتعرض للاشعه بتاعت الشمس كل ما جلدي بيقوى. انا من افريقيا، انا مش واحده بيضاء جاي من المانيا عشان احط واقي للشمس، انا اصلا اتولدت وتربيت في البيئه دي، مش عارفه ليه ممكن احط واقي للشمس. طول عمري وانا طفله كنا بنروح مصايف ونقعد نتسلق في الشمس نتحمص طول النهار، وعمر ما كان جلدنا بيحصل له اي حاجه. انا شايفه انه الجلد بيطلع له حاجات ومش عارفه ايه، ده مش عشان الشمس، دي في مشاكل تانية بس مش من الشمس. وبيبقى في مشاكل كتير قوي ليها علاقه بالتغذيه، او ده اللي كان من تجربتي انا، لما وشي كان بيطلع له حاجات ما كانش بيبقى من الشمس. اولا كان بيبقى من انعدام الشمس، فالسكين بارير او الحاجز بتاع الجلد بيبقى اضعف لما متعرضش للشمس، وكانت تغذيتي وحشه. بس انا عمري ما هبطل اقعد في الشمس، بالعكس انا عايزه اتعرض للشمس على قد ما اقدر، لانه الشمس بتفيد جلدي جدا وتفيد كل وظائف جسمي وبتفيد نفسيتي وكل حاجه. فعمري ما عايزه يبقى في اي حاجز ما بيني وما بين الشمس ولا اي حاجه في الطبيعه عامه، الا الناموس. الناموس الحاجه الوحيده، الناموس الحاجه الوحيده اللي احاول على قد ما اقدر احاربه. والله الناس اللي بتهتم ان يبقى في شويه خضره قدام بيتها، شكرا شكرا شكرا، عشان انتوا بتفيدوا كل الناس اللي بتعدي من قدام بيتكم وتبص على الخضار ده. شكرا ان انتوا بتزرعوا قدام بيتكم بجد حقيقي، ما اعرفش مين الناس دي بس شكرا. بصوا المنظر بجد قد ايه تحفه، وانا قدام الخضار ده وانا ماشيه في الشارع ورايا الخضار ده، فرق كبير قوي ما بين الخلفيه دي والخلفيه دي، فرق كبير قوي. عشان بس قبل ما اسيب موضوع واقي الشمس ده، الواقي بتاع الشمس انتوا بتحطوه على جلدكم ده في كميه كيمياء وحاجات مش المفروض خالص تلمس جلدنا، ده اول حاجه. بجد ساعات بيبقى فيه مشتقات بترول وبنزين، ده اول حاجه. تاني حاجه مضر جدا للبيئه، جدا 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 مضر جدا للبحر اللي انتوا بتنزلوه وانتوا حاطين الواقي ده، مضر قوي لكل حاجه بجد. يعني الكيمياء اللي فيه دي، تخيلوا ان الكيمياء اللي فيه دي بتدمر الكائنات بتاعه البحر، يبقى اكيد هي مش كويسه عشان جلدنا، يعني اكيد 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 هي مش كويسه عشان جلدنا 100%. فانا مش بحط اي حاجه فيها كيمياء على جلدي على قد ما اقدر. وبجد وانا في القاهره هنا فكرتوني، وانا في القاهره هنا اخواتي وعيلتي وكل الناس بتغسل الهدوم بصابون اللي هو برسيل او اريال او اي حاجه برضو اللي فيه كيمياء ده، وانا بجد بلاحظ الفرق قوي، وبحس ساعات ان الهدوم بتهرشني دلوقتي عشان انا بدات استعمل صابون طبيعي تماما معمول من زيت الزيتون. هو بصراحه اغلى، هو بصراحه اغلى، بس انا ما عنديش مانع ان انا استثمر في صحتي. هو اغلى، انا بجيبه من ذهب من ماركه اسمها بلاك لوتس، لو بجيب انا حاجات كتير قوي عندهم صابون جميل، بستعمله للاطباق للغسيل للنظافه كل حاجه، صابون هايل ومنتج مصري كمان، منتج مصري. شجع منتج بلدك المحلي، عشان احنا عندنا منتجات في مصر بجد خطيره. اسهل قوي ان انا اكتشفت انه في دهب حاجه من الحاجات الحلوه، انه اسهل قوي ان انا اشتري منتجات طبيعيه هناك. يعني عايزه ادور على صابونه طبيعيه، على شامبو، على زيت، على مش عارفه ايه، الموضوع بيبقى موجود كذا محل موجود في المنطقه، بس هنا في القاهره الموضوع اصعب شويه. ده نفس اليوم بالليل وانا قاعده بعيط بقالي حبه حلوين، وباكل ايس كريم من ماندرين كويدر، وبسمع الست الطيبه البيضه اللي انا اتكلمت عليها قبل كده، هي اسمها تيري. خايفه اتكلم قدامكم بالانجليزي احسن الناس تعيب عليا. اسمها تيري، عندي اكسنت امريكاني بنت. اسمها، عايزين تسمعوا الاكسنت الانجليزي بتاعتي؟ جاهزين؟ جاهز، قصدي الاكسنت الامريكاني. اسمها تيري كول ويتكر، ده اسم القناة بتاعتها. يا لهوي، ده الست دي شغالة من السبعينات غالبا، دي القناة بتاعتها، وبحاول اسمعها اخر اليوم
علشان دايما لما بكون في حاله كده ميؤوس منها وبضغط على اي فيديو الحمد لله رب العالمين بيكون فيه حاجات بتساعدني. انا بس حبيت اصور ان انا بعيط في اخر اليوم عشان حاسه انه فيديوهاتي ما بقتش بصور الاوقات دي، مش عشان حاجه يعني، ساعات عشان بنسى او ما بقاش قادره اصلا ببقى بعيط، بس دلوقتي لقيت الكاميرا جنبي فقلت اصور. يعني ما تقلقوش انا لسه بعيط اخر اليوم تقريبا كل يوم وانا هنا في القاهره بعيط من كتر ما انا تعبانه بجد. انا بحب ابني قوي بس في اخر اليوم، مش بس انا بحب ابني قوي وفي اخر اليوم بحس ان دستني عربيه. كنت لسه بقول لجوزي حتى لو كل يوم بحس ان دستني عربيه، يعني عمري ابدا ما اتمنى انه الاحساس ده يروح، علشان قدام الاحساس ده انا بحس بحاجات حلوه قوي كتير تانية من اني ام لابني ده. انا بجد بحبه بطريقه مش طبيعيه بجد، عمري ما حبيت اي حاجه في حياتي. هو بيعلمني حاجات كتير قوي وبيقويني، بس قصاد ده كله انا بجد بتكسر، بجد دوس عليا مقطوره. فالحمد لله في دروس كتير قوي بتعلمها، بس بجد انا مش قادره خلاص. صباح على خير، انا هحاول اروح انام. ده ايه؟ ايه؟ انا بكتب. عايز غيره، عايز غيره. نسيب خد القلم بتاعي خلاص، مش عارف اكتب حاجه. الكاميرا كل شويه بتوقف تصوير في النص، مش عارفه اصور حاجه. القهوه هنا حلوه قوي، انا عندي امل ان انا اجي واقعد اكتب تحضيرات للسفر، عشان احنا النهارده مسافرين راجعين دهب ان شاء الله. ان شاء الله لو كل حاجه مشيت وفقا للخطه. بس كل شويه نسيم عمال يسرق مني الكراسه والقلم، مش عارفه اكتب حاجه. ماما 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 كل شويه بكتشف حاجه مختلفه في الكاميرا دي. باظت دلوقتي، اكتشفت انه الشاشه كانت تاتش ما بقتش تاتش دلوقتي. شكرا ابني، شكرا نسيم، شكرا شكرا. كل شويه حاجه بتبوظ، كل شويه حاجه بتبوظ. هي دي ضريبه الامومه، ولما بحاول اخليه ما يبوظش الحاجه بتعيط. انا اسفه، انا اللي غلطانه، انا ايه اللي خلاني اجيب كاميرا؟ احنا في السويس دلوقتي. اكتر حاجه وحشتني البحر.